ها يا ماهر، احكي لنا شفت ايه؟ والمسيح الحي يا باشا ان الحناوي معذور. الراجل الطباخ ده هو السبب في اللي حصل. يا ريتني بليته. ايه الصوت اللي بره ده؟ ها كمل يا ماهر وبعدين. شوف يا باشا اللي حصل، ان الراجل الطباخ ده جاب الخروف ناقص 20 كيلو. قام المعلم حناوي عرف ان هو غير الخروف، الدم جري في عروقه، راح قام متخانق معاه وراح ضربه بالسكينة. يا ريتني بليته يا ابني. يا فندم ايه الصوت اللي بره ده؟ ده المتهم سعد. دخلهولي. خلاص يا مال امضي انت المكان. شفت يا ماهر؟ شفت يا ماهر؟ يا ريتني بليته يا باشا. ها يا سيدي احكي لنا شفت ايه انت الاخر ولا عملت ايه؟ يا ريتني بليته. انت يا ابني بتكتب ايه؟ ما تستنى يا عم لما نشوف الحكايه السافله دي. انا قاعد انا والوليه في امان الله قبل المغرب. قالت لي قوم بل شويه بلح علشان الفطار يا حاج. وبعدين؟ انا صعب عليا نفسي في السن ده واقوم ابل شويه بلح يا باشا؟ ينفع؟ لا يصحش طبعا. اتجننت، خصوصا ان كان في ماتش بين ريال مدريد وبرشلونه. انا اتضايقت، قلت والله لا انا نازل اتفرج على الماتش في القهوه. وبعدين؟ والله يا باشا الوليه كانت هتبوس ايدي تقولي لو بتحبني بلو حاج. اخرس. يا ريتني بليته، يا ريتني بليته. النبي يا جماعه قولوا بقى يبطل يبطل وجع لنا دماغنا. خشوا ندعوا عليه. يا ريتني بليته. حناوي هند. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله انا كويس. ازيك يا معلم حناوي؟ الحمد لله. ازيك يا ماهر؟ الله يخليك. انت عامل ايه يا حناوي؟ انا الحمد لله بخير. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين يا اخويا. انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله. عملت ايه في الكفاله؟ انا سايب 5000 جنيه في البيت يا هند. ما انا خدتهم يا اخويا ما تخافش. طب هتعملوا ايه في الباقي؟ ما تقلقش يا حناوي هنتصرف وهتتحل بالمشيئه. معلش يا هند سامحيني، انا اسفه بنت الناس. يا ريتني بليته. قطع البلح وقطعه سنين. ما تقلقش يا حناوي بكره هنشوفك في النيابه ان شاء الله. اتكلوا على الله انتوا دلوقتي قبل ما تقصر. يلا يلا بقى بسرعه. حاضر. يلا استنت. ردي بليته. رسيني بس انت عايز تبل ايه بالظبط؟ انت مال اهلك انت؟ هبل اللي بله. عصور هو مفيش مساجين في العاصمه كلها؟ هتسيبوني مع الاخ ده لوحدي؟ عصور ردي بليته. يا عم اهدى شويه بوس ايدك. امال يعني الست هند اتاخرت ما جاتش ليه؟ لا ده زمانها جايه بس هي الطريق زحمه. كلمتها يا ماهر؟ كلمتها وهي في التاكسي جايه مع جمال. جمال؟ ربنا يستر. جمال ده بيتخانق مع دبان وشه. زمانه عمل مشكله مع حد في السكه. يا عم لا انا كلمته من شويه قال لي انه بيدور على ركنه تحت. ركنه ايه؟ يا عم لا تسيبه تطلع وتجيب الفلوس. يا ريتني بليته. يا سيدي ما تقلقش لسه بدري على ما يجي وكيل النيابه. عن اذنكم. استر. يا ريتني بليته يا مار. طالب عندك وسع وسع يا مال باشا. طالب عندك. لا ما شاء الله وشه سرح. يا ريتني اتعلمت يا مار. يا راجل انت هتعمل ايه بالتعليم؟ انت دلوقتي اشهر من المتعلمين كلهم. يا ريتني بليته. شش اهي هندي بقى اهي. بص يا اخويا والنبي. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا هند. الله يسلمك. انتوا لسه ما دخلتوش؟ لسه هندخل نروح فين؟ جبت الفلوس. يا اخويا الحمد لله. ماهر ربنا يستره وكمل الباقي. يقعد له في عينه وعافيته. ربنا يكرمك. هقعد له في عينه وعافيته. هيخرج النهارده ان شاء الله بعد الكفاله. قول يا رب بس ويخرج من سرايا النيابه. الله يكرمك عشان ما نتشحططش من النيابه للاذن يكون حظه حلو. ولا تتشحطط يا ماهر. تحت امرك. اتعب شويه عشان اخوك. عيني عيني يا حناوي. تحت امرك يا اخويا. اتعب شويه.
تحت امرك. كلمت الطباخه مات؟ ما تقلقش انا مظبط كل حاجه وان شاء الله هيروح يتنازل في الشهر العقاري. تشربوا شاي معايا؟ هشرب شاي اجيب لكم معايا شاي. شاي؟ جايب لي محامي فاطر؟ اهو ده فال منيل يا ريتني مليته.